نقص الأدوية ما زال مستمرا، الهيموفيليا أو مرض بتاع نزيف الدم، الأدوية اللي ناقصة. طبعا في الأدوية المرتبطة يا جماعة بحياة البشر ما فيش فيها هزار ولا يجب أن تختفي، يعني في أدوية مرتبطة بحياة المريض سواء في الكلى، في الكبد، في السرطان، في أمراض مختلفة يعني. اختفائها بيضاعف حجم الكارثة، ولا يمكن أبدا الاستهانة باختفاء هذه الأدوية. تعالوا نشوف اختفاء هذه الأدوية، ولما بنقول اختفائها يعني حتى نطالب الدولة بمحاولة توفيرها بأي وسيلة، مفيش فيها رفاهية، مفيش فيها بدائل عند الناس. مرضى الهيموفيليا مش واخدين حقهم لا في علاج ولا في اهتمام كإعلام عموما. أي بني آدم ما ينفعش يعيش من غير مية، إحنا ما ينفعش نعيش من غير الحقن. إحنا بنضيع واحد ورا التاني. الهيموفيليا هو مرض متوارث، هو مرض جينات بيحصل نتيجة خلل جيني معين بيتوارث الأبناء دايما الولاد غير البنات، وده من يجي في الولاد، بيظهر في أوائل العمر، قد تكون نتيجة عملية طهارة، قد تكون نتيجة إصابة، نتيجة نقص عامل 8 غالبية الناس اللي هيموفيليا مرضى الهيموفيليا، أو عامل 9 كل من مرضى الهيموفيليا دول نتيجة النقص ده بيحصل النزيف ده، بيحصل الإصابة دي. علاج مرض الهيموفيليا علاج لا يرجى منه شفاء، إنما يرجى منه تقليل نسبة النزيف. تأخر العلاج بالنسبة لمريض الهيموفيليا بتكون مشكلة بالنسبة له في حتة تأخر العلاج، ان هو مثلا لو ما خدش مثلا جرعه كفايه وقت ما يحصل نزيف في المفصل، الموضوع ده ممكن ياثر معاه ان هو يعمل عجز في المفصل بعد كده، بيقلل من كفاءه المفصل بعد كده وبيزود من فرصه النزيف اكتر. في ساعات ما بتسمحلناش ان احنا نعيش حياه طبيعيه، بس بنحاول نعيش، ما بنحاول نتاقلم مع المرض يعني. نفسي توفر لي علاج من نفسي اقدر اعيش زي الناس. انا مريض هيموفيليا، والهيموفيليا جابت لي فيروس وجابت لي اعاقه وجابت لي نزيف في المخ، وباخد علاج للمخ. يعني الهيموفيليا لها أعراض جانبية كتير وعلاجها مكلف جدا. مريض بيتفاجئ بكل حاجة، يعني ممكن يكون نايم تبص الصبح تلاقيه غرقان في دمه، طبعا من نزيف بسيط جدا زي جرح في صبعه، قص ضفره، ممكن يحصل نزيف داخلي، فدم بصورة غريبة ينزل بطريقة غريبة جدا، نزيف في ضرس عادي زي اي حد بيخلع ضرس بتاعه، بص تلاقي نزيف بطريقه فظيعه. طبعا اتعاملت ازاي مع ابنك من يوم ما اكتشفت عليه اعراض المرض؟ هو بينزف باخده اوديه المستشفى ياخد بلازما وكيب واروحه، بعد كده بقيت اروح بيه التامين الصحي، التامين يقول لي احنا ما عندناش فاكتور. لما اتصدمت في سعر الدواء كان ايه رد فعلك؟ لا طبعا دي حاجه ما حدش يقدر عليها، المرض ده اسمه مرض الاغنياء، واحنا الحمد لله نحن حياتنا مهددة، لأن في لحظة المريض بيفارق الحياة في ثانية، يعني ده لو ما تلحقش خلاص. كل يوم الدواء عمال يزيد، يعني احنا ما كناش قادرين عليها لما هي كانت رخيصة، هنقدروا عليها لما غلت؟ انت ما شاء الله شايفك كده راجل وقوي، بتساعدها ازاي وبتقويها ازاي بقى عن انت تواجه المرض ده؟ مش بحاول ابين قدامها اللي انا تعبان عشان ما تزعلش، وتقدر توديني المستشفى، عشان لو هي ما قدرتش توديني المستشفى انا هتعب اكتر واكتر. انا نفسي ان العلاج يتوفر، ويعني مش نفسي اعيش حياه طبيعيه زي باقي كل الناس، وانا ما بطلبش حاجه كبيره، يعني بطلب حقي، بطلب ان الحقنه تتوفر بس، لان في مننا مات وفي مننا عجزوا. احنا لما بنروح مستشفى حكوميه ما بيبقوش عارفين اصلا يعني ايه هيموفيليا وكلام من ده، يقعد يأجلنا مثلا، اما نتحجز ونحط ناخده في مسكنات ورا مسكن ومسكن. طبعا طول ما انا باخد مسكن النزيف بيزيد. نفسي تعمل شبه مثلا ابن زوبت او ابن اوزه، تعمل في مستشفى قوات مسلحه، احس ان انا لاقي قيمه مثلا شويه في البلد دي، يعني يقدرونا شويه مثلا. هم لو عالجونا في مستشفى قوات مسلحه يبقى كده بالنسبه لنا ده حلم. انتوا مش عايزين توفروا لنا الفاكتور؟ طب دخلونا مستشفى نتعالج فيها على الاقل، يعني ادونا حاجه توقف النزيف، حسونا ان احنا يعني عايشين، احنا كده مش عايشين.
احنا بنموت واحد ورا التاني. شايفك مكسور، شايفك مش قادر حتى تشوف النور، شايفك زعلان، شايفك مش قادر حتى تحس انك انسان. شايفك مكسور، شايفك مش قادر حتى تشوف النور، شايفك زعلان، شايفك مش قادر حتى تحس.